السلام عليكم ورحمة الله. موجز أخبار الثالثة من قناة المرابطون، أهلا بكم. بدأ الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز صباح اليوم زيارة لولاية ترارزا، يتوقع أن يجوب خلالها مختلف مقاطعات الولاية والمراكز الإدارية والبلديات التابعة لها ضمن جولته التي يجريها في ولايات الداخل. هذا وتضم ولاية ترارز التي يقطنها أكثر من ربع مليون نسمة 6 مقاطعات و25 بلدية، وتعد من أبرز الولايات الزراعية والرعوية في موريتانيا. ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه بما قال إنه إقدام السلطات الموريتانية في مناطق من ولاية البراكنة على اعتقال ناشطين في بعض الأحزاب المكونة له، ومن بينهم رئيس حزب قوس قزح ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المنتدى، إضافة إلى عضوين بالمجلس الوطني لحزب اتحاد قوى التقدم. ودعا البيان الصادر عن المنتدى السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا، مؤكدا رفضه لما أسماه الدوس على كرامة المواطنين وعدم احترام حقوقهم. قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يزيد بيه المحمد محمود إن ممارسة الحريات العامة عرفت تجذرا بشكل لافت في موريتانيا، جعلها تتصدر البلدان العربية والإفريقية في مجال الحريات وحقوق الإنسان. جاء تصريح المحمد محمود خلال افتتاحه ملتقى تكويني يوم أمس بنواكشوط حول دور الصحفي في توجيه الرأي العام والتحسيس بقضايا الحقوق، منظم بالتعاون بين السفارة الكندية بنواكشوط ومنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. أخيرا في هذا الموجز، كشف المدرب الفرنسي كونينتان مارتينز في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بنواكشوط عن تشكيلته الرسمية التي ستواجه منتخب الكاميرون في 14 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تشكيلة المحليين. وقال مارتينز إنه لن يجري أي مباراة ودية قبل مواجهة الكاميرون، وذلك خوفا من الإصابات، رغم أن المنتخب الكاميروني سيجري مباراتين وديتين بأوروبا قبل لقاء المرابطون. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الرابعة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.